بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وجع الرأس بطريقة فريدة من نوعها، يعني كيف أزيله؟ بس بطريقة غريبة. يعني هلأ أحيانا نعرف نحن طريقة السجوك تعلمناها من الأصبع، بس في طرق كمان أخرى. بس بالبداية لأعطيكم وجع الرأس من خلال الأصبع، خليني أنا استعمل وسيلة هيدي البسيطة. السجو كل العالم تعرفها، أعمل الخاتم، خاتم صغير بتعمله هيك، فرجيني أصبعها. أنت ما عندك شيء، بس في عندك لك الأحمر، لون الأحمر. أعطيني إيدك التالية، كبي لون الأحمر. شربت قهوة؟ شربت وتروقت، أخذت فطورة؟ أنت بحاجة تنام شوي، بحاجة ينام شوي. ما بعملت له، بس ينام شوي خلاص بيرتاح. هو ليس مريض، بيحتاج راحة من الطاقة. هو بيستلم طاقة. شو بتشتغل حضرتك؟ معالج؟ أستاذ ومعالج معالج؟ بالبيت معالج. الله يخلي لك يا رب. معالج شو بتستعمل بالعلاج؟ ما هي التقنية؟ شوفوا عنده، ما هي التقنية اللي بتستعملها بالعلاج؟ TFT. هاي دي TFT ليست سهلة. هاي دي TFT بتجيب لك أوجاع يا بسكي. هلأ أنا لاحظ عم بضغط للأسفل، وليس هيك مباشر. شو بدي فيها المباشر؟ ما بتفيدني أصلا بتأذي. سو أنا بضغط من الأعلى للأسفل. معظم المعالجين رائعين، يعني بيضغطوا هيك على هيك، لا بيرفعوا للأعلى. ما هي في دايركشن كمان، ميل. هاني في بتحس في وجع؟ ما في وجع كتير، في وجع لا لا. هيدي هي النقطة. لاحظوا، هل شايف في داع على اللوح؟ تعي عملي سويتش، الله يرضى عليك. خلص ما في داعي، نقطة واحدة كافية. مسكين والله. خلص، انا ليس هي النقطة. اي واحد بيضغط، لا ما في انرجي كمان يجب تزيله. خلص انا هيك هلا احسن صار. انا متأكد ليست مزح. احكي انت احسن، كيف تشعر؟ اذا لا ما تشعر احكي. واو، هيدا الشخص عايش برفاهية. تعرف الرفاهية؟ بحب حدا يخدمه. ليست مزح. ايش السلطان؟ بحب حدا يخدمه. الملك. مش هيك ولا انا غلطان؟ انا والله ابا حتى اسمه ما بعرف، اقسم بالله. احمد. هو احمد. تحب مين يخدمك؟ الناس كل يظل يشتو من يخدمها. الناس كل يحبوا من يخدمها. ايه طبعا الكل الناس بت... لا في ناس بتحب. يلا خلص انت. خلص انت هلا. خلص مجيب. احسن صرت. هلا انا عم بنزل له اياه شوي. خلص. شكرا. لا شو صار هلا؟ ارتحي؟ تحسن كتير ولا بعد في نتفة؟ لا بدأت تنزل. نزل راح. هلا شو عملت له؟ أنا ما ضغطت مباشر على الإصبع. هلا في ناس بخلص المهم إنه يضغطوا. لا يا حبيبي، ليس هدف الضغط، ما بدك تعرف. بس هيك أحسن صار. عظيم، رائع. شكرا لوقتك، بتمنى لك التوفيق. وهيدا كانت وسيلة إزالة وجع الرأس. ليس وجع رأس، ضغط. يعني دخلت مكان في ضغط عندك، سو سئل بالراس. هو ما مستيقظ وشرب قهوة وكل شيء، بس سئل بالراس كيف بتجيله. سو بترفع هون، بتشوف أي نقطة حمراء أكتر، يلو. إذا حمراء بتضغط هيك، بتحط القلب من هون هيك، وبتتنفس. يجب تتنفس، يلو، لأن التنفس يلي بيخرج. الله يريحك. تنزل هيك بتلاقيه لحاله. جربيها على نفسك، بتجربيها هيك بتلاقيها الوجع بيزيد. انت نفس الضغط، نفس الوجع بيزيد.
الله يريحك الله. خلاص بيفتح أنفك عيونك بيتحسنوا. ليه؟ سبحان الله عطانا إياها بالباصم. كل إنسان مختلف عن إنسان الآخر وإثبات لذلك باصم أصبعه. أي شكرا لوقتك، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.